على الهاتف الدكتور سيد صبري استشاري التغيرات المناخية. دكتور سيد مساء الخير يا فندم. الو يا فندم مساء الخير، ازي حضرتك يا دكتور؟ مساء النور، اهلا وسهلا. اهلا بيك، حدثني عن التغيرات المناخية ومدى تأثيرها على الشرق الأوسط ومنطقة الشرق الأوسط وحوض المتوسط. النهاردة كان في اجتماع لهذه المجموعة وهي الشرق الأوسط وشرق المتوسط، لجنة المناخ. مدى أولا التغيرات المناخية لها تأثيرات كبيرة جدا وخطيرة على المناخ العالمي، وهي اللي تتسبب في يعني خلل في النظام المناخي، وبمعنى أصح ارتفاع في متوسط درجة حرارة الأرض. هذا الارتفاع يؤدي إلى ارتفاعات وانخفاضات خطيرة أكثر بكثير من كان يحدث قبل ذلك في الدرجات القصوى والدنيا. أنا طب أنا تفضل يا فندم تفضل. لا ده في حاجات تانية كتير هتكلم عشان ناخد يعني الوقت بحيث نبين آثار هذه التغيرات على العالم وعلى دول شرق متوسط، لأنها دول شرق متوسط ودول الشرق الأوسط الشرق الأقصى جزء من العالم، هو الأكثر يعني معظم دوله الأكثر تعرضا وضعفا لأسباب متعددة لأنها معظمها دول نامية. بالظبط كده، بعد إذن حضرتك هو ده بقى يعني خلينا نمسك مربط الفرس يا فندم. الدول العظمى عدت خلاص وكبرت وعملت بقى الانشاءات وعملت الانبعاثات وبوظت الدنيا. انا النهارده عايز اكبر وعايز اطور في بلادي، وانا ممنوع طبقا للبروتوكولات والقوانين الدوليه المختلفه من ان استخدم تكنولوجيا او استخدم طرق بتلوث البيئه، رغم ان انا ما لوثتش قبل كده. لا على فكره هو مش ممنوع بمعنى ممنوع، لأن لازم نفرق بين التكنولوجيات ملوثة البيئة والتكنولوجيات المتسببة في الاحتباس الحراري، يعني عشان ما يبقاش في خلط قوي. التكنولوجيات اللي هي بتسبب تلوث في البيئة مباشر، ده له تأثير مباشر على صحة الإنسان في نفس المنطقة في نفس المكان اللي بينتج منه هذه الآثار والمخلفات الملوثة للبيئة، وليس ما تنتشرش في الغلاف الجوي. الانواع الاخرى من المسميه ملوثات اللي هي غازات الاحتباس الحراري دي بتنتج اساسا من انشطه تنمويه، يعني كل حرق الوقود بانواعه سواء لانتاج الطاقه الكهربيه او للنقل او لغيره او في الصناعه، كل هذه الغازات هي كانت غير مجرمه قانونا، وبالتالي كانت بتطلع للمغلاف الجوي وبتتسبب في زيادة متوسط درجة حرارة الأرض، اللي هو بيؤدي بقى للخلل في النظام المناخي، بمعنى إنك ممكن تكون درجات الحرارة تبقى أعلى من اللازم كما هو كان متبع أو أقل من اللازم، وديت لها آثار سيئة جدا على الإنتاجية الزراعية وعلى صحة الناس. الحاجة الثانية اللي هي بيسموها الظواهر المناخية الجامحة أو الضارية، زي موجة حر جامدة قوي تيجي تخلص على محصول زراعي وكمان بتؤدي الى موت كبار السن والصغار، وتؤدي كمان الى يعني هي التغيرات اللي احنا بنسميها الاكسنت اللي هي الغريبه تماما العالم بيتغير واحنا بنحاول بالضبط. طيب الدول الشرق المتوسط اللي هي الدول شمال افريقيا من اول الجزائر كل القاره الافريقيه عموما اللي اكثر القارات تضرره دي اصلا هي عندها اولا ما خدتش فرصه في التنميه زي ما انت قلت، وفي نفس الوقت دي الاكثر تضررا لانها اراضي صحراويه، وبالتالي لما بتيجي سواء بقى عواصف رمليه عواصف ترابيه موجات حاره بتاثر على الانتاجيه الزراعيه اللي موجوده، فيبقى في تاثير من كل ناحيه، نقص في الموارد المائيه لان كمان تذبذب في مياه الامطار نتيجه الخلل المناخي ده في اماكن هتبقى مش جافه وهتبقى اكثر جفافا وتصحرا، وفي اماكن بتنزل فيها مياه بكثره جدا حتى هي معظمها يعني جزء منها في بسيط افريقيا وده كله في شرق اسيا. فده ضر وده ضر، لان ده بيؤدي الى فيضانات وسيول وده بيؤدي الى جفاف وتصحر، وكل ده تاثير سيء على الصحه، وكمان تاثير زائد على الانتاجيه الزراعيه، وبالتالي نقص المياه مع نقص في الانتاجيه الزراعيه هي ده اللي بيسموها المثلث الخطر بتاع على الحياه البشريه.
لمثلث الطاقة والمياه والغذاء. انت ما عندكش طاقة في الوقت الحالي ولا عندك الغذاء فيه خطر عليه وكمان المياه، فهو ده الخطورة دي بيشترك فيها معظم دول الشرق الأوسط الأوسط، ومع كمان دول جنوب اوروبا برضك يعني فيها بدأت ايوه، ما عشان كده احنا داخلين في حوض شرق المتوسط واللي هي دول الجنوب الاوروبيه كلنا مع بعض بيحدث تكتل واحد، وعشان كده كثرت عندها الحرائق وحرائق الغابات بالظبط كمان الانهار تجف عندها. يعني خلي بالك هو الاثار هتبقى على جميع دول العالم، لكن الاكثر تضررا هو اللي ما عندوش الامكانيه ان يتصدى ويتعافى من هذه الاثار. فده ظلم يعني او يعتبره، عشان كده ولا العداله المناخيه بمعنى انتوا خدتوا فرصتكم للتنميه. طيب فما تجوش بقى يعني ادونا فرصتنا للتنميه، ولكن مش فرصتنا للتنميه يعني نطلع انبعاثات زي ما احنا عايزين، ولكن هناك تكنولوجيا نظيفه صديقه للبيئه منخفضه الانبعاثات ادوها لنا، والدهالنا بقى مش ببلاش ولكن الدهالنا على اسس. لا 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 دكتور سيد، دكتور سيد بعد يا دكتور سيد بعد اذن حضرتك بس لو سمحت. هناك تعهدات تمت في مؤتمرات القمه السابقه من من الدول الكبرى، وحان الوقت الناس كلها بتبص على مؤتمر المناخ وتقول الله كويس، اين التنفيذ؟ الناس تنظر الى قمه شرم الشيخ على انها قمة تنفيذ الوقت. ما تم التعهد به. تنفيذ ما تم التعهد به. بالظبط كده، ايه اللي تعهدنا بيه؟ طيب ايه هي التعهدات؟ التعهدات اصلا هو التعهدات بتمويل 100 مليار دولار طبعا اخر كلام سنويا. ده يزا يعني للدول النامية، بس خلي بال حضرتك يعني كلمة الناس متخيلة ان هذا ال 100 مليار ان ده هيتاخدوا كاش ببلاء كده، لا ده بيبقى على هيئة اما منح لا ترد ودي ما بتبقاش كتير، وقروض ميسرة يعني ما عليهاش فوائد، عشان تبقى تدي فرصة للدول النامية تشتري بيها التكنولوجيا، وأيضا تيسير نقل التكنولوجيا الصديقه البيئه ما تبقاش بقى مغاله فيها، لكن تبقى زي ما بنقولوا باسعار تفضيليه يعني ما لا تبقى غاليه، وكمان انا بستخدم قروض ميسره واحيانا منح لما تكون التكنولوجيا لسه عايزه اعملها توطين. شكرا. كل ده هو ده، لكن مش هيدوا فلوس كده خد فلوس ولا ما فيش حاجه الكلام ده طبعا. دكتور سايب بشكرك شكرا جزيلا على توضيح حضرتك لهذا الامر.